إن الأبرار لفي نعيم. رباه أستاذ يمني أبرار أستاذ يمني نعمة رتن بادنس. إن الأبرار لفي نعيم يمقى يتميلو يمو حق ولي سفنون حق دي يمو رب سفنون حق دي يمو رب سنس رسول سفنون حق دي يمو حمساي سفنون حق دي يمو مال سماج سفنون حق دي يمو بنين أولاد سفنون حق دي يمقى يتمي إن الأبرار لفي نعيم. رب فرمون وإن الفجار لفي جحيم. فاجر بد كردار يما سن جهنم سن تكاز يمو كر بد كردار يمو ثوب نا اخلاق ان كردار ان خيال يمو كر استهزاء يمو كر مذاق الله تعالى سن قران يمو ون بربل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب فرمون وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين اتصار روات يوم الدين مالكي يوم الدين يوم الدين شو قيامة حسابك دو. رب فرمان وما هم عنها بغائبين جهنمي منن تم دو قيامة كدو اتصلحو كنكو ام جهنم نشروز حضور. رب فرمان وما هم عنها بغائبين جهنم سے قيامت کے دن کوئی بچ نہیں سکتا کوئی جہنمی جہنم سے بچ نہیں سکتا. سو اگر کنی جائے کہ پنن پان چھپائی جہنم رمضان چھتے میں سوس. رب کائنات فرمان وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. اس کو تا سوچو اس کو تا غور و فکر کرو اس حقو نے طور وہ تھی کہ قیامت منظر کیا سن اقل باتین تو. رب فرمون يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. يجي سوي قيامت بدو يمدا بادشاهن بادشاهي ختم يمدا افسر نفسري ختم يمدا مالس فن اولاد البرن حكم ختم يمدا محكمة مدن ملاج بس فن استعدس برن حكومت ختم والامر يومئذ لله. قیامت کی دو چو تمام بادشاہ انہوں بادشاہ وحدہ لا شریک. قیامت کی دو چو تمام افسر انہوں افسر وحدہ لا شریک. قیامت کی دو چو تمام مالک انہوں مالک وحدہ لا شریک. رب فرمون والامر یوم اذن للہ اس کا لیتا سفرش قیامت کی دو اچھو سری آیت القرصی پر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم. آیت آیت القرصی مزن جو اس پران من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. رب سن اجازت ورہ حکم سفرش دکان کرتی رب سن اذن ورہ حکم کان سوال دکر رب کائنات فرمان سور انبیاء ولا يشفعون کوئی سفارش نہیں کر سکتا إلا لمن ارتضى یمس رب رہ جائز صحیح قیامت کے دو سفرش کے مالک چھ قیامت کے دو وحدہ لا شریک اس پر امید و خیال تھا اللہ تعالیٰ کریم تحت کامیاب رب کریم اس تحت کامیاب و کامران.